يلتحق بنا مراسلنا من قطاع غزة شعيب يوسف. مساء الخير شعيب، أهلا بك. مساء الخير زميلي محمد وزميلي أستاذ المشاهدين. طيب، العدوان الصهيوني ما يزال متواصل على قطاع غزة. طيب، ضعنا في آخر المستجدات من القطاع، تفضل شعيب. نعم زميلي محمد، الجديد يسمع اشتباكات يعني عنيفة في المناطق الشمالية والشرقية ووسط قطاع غزة. الحديث أن المقاومة الفلسطينية تشتبك مع جنود الاحتلال ودباباته الذين يحاولون الآن الدخول في هذه المناطق الشرقية والشمالية ووسط قطاع غزة. في هذه الثلاثة مناطق الاحتلال طبعا أعلن قبل 3 ساعات أنه سيقوم بمناورة برية سيدخل إلى هذه المناطق، وبالفعل نحن نسمع اشتباكات من المقاومة وجنود الاحتلال، وهذا ما يدلل أن الاحتلال ينوي دخول هذه المناطق بريا ولمسافات محددة. على صعيد آخر، لا زالت الطائرات الحربية يعني تقصف مناطق مختلفة في قطاع غزة، ولا تزال يعني نسمع الآن الطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع تجوب في سماء القطاع. قبل قليل كان استهداف واسع في مخيم الشاطئ للعديد من البنايات السكنية. حتى هذه اللحظة تقوم الطواقم الطبية والضباط وأفراد الدفاع المدني بإخراج المصابين والشهداء من تحت أنقاض هذه المنطقة، ويصلون اتباعا إلى مستشفى الشفاء. 21 يوما زميلي محمد من هذه الحرب العنيفة فاقت كل التخيلات والتوقعات. أطفال، نساء، نشاهد يعني يقتلون ويصابون في ظروف إنسانية صعبة زميلي محمد، وتفاقم للأوضاع. وما زال يعني العدوان يستهدف المؤسسات والهيئات المدنية. نعم بالتأكيد، هذا ما نشاهده، يعني أعداد الشهداء 7000 شهيد يعني وأكثر، جلهم أو كلهم من الأطفال والنساء والشيوخ قتلوا وأصيبوا. المستشفيات هنا تتكدس بأعداد كبيرة جدا جدا لمحمد الإصابات الخطيرة في وضع إنساني صعب. أيضا بجانب الإصابات هنا قرابة 50,000 نازح يعني أتى إلى هذه المستشفى وهي مستشفى الشفاء. هم موجودون يعني مداخل المستشفى وفي الساحات المستشفى يفترشون الأرض أو في خيام يجلسون في وضع إنساني كارثي. المياه هنا مقطوعة، الكهرباء أيضا مقطوعة، الإنترنت يعني شحيح جدا، الأكل يعني هم يأكلون الأشياء البسيطة، هم لا يأكلون أصلا، أو اعتمادهم يكون على الجمعيات الخيرية التي تقدم لهم الطعام. وخير مثال يعني يوجد جمعية البركة تتولى مساحات جمعية البركة الجزائرية، وجمعية أخرى أيضا الجزائرية تتكفل بتقديم الدعم لهؤلاء النازحين الذين يعني خرجوا من بيوتهم زميل محمد دون أن يحملوا أي شيء، تركوا كل شيء في بيوتهم وأتوا إلى هذه المناطق، مناطق بعد أن قصف الاحتلال بيوتهم أو هدد بيوتهم بالقصف. إذن الواقع لا زال على حاله، بالعكس الأوضاع تتفاقم من ساعة إلى أخرى في ظل تصاعد هذا العدوان وفي ظل تهديدات إسرائيلية بالمزيد في ارتكاب الجرائم. طيب، في ظل تواصل شعيب هذه الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة، وكذلك بالحديث عن الاعتداءات على القطاع الصحي، ماذا عن الوضع النظام الصحي الآن في قطاع غزة؟ وزيرة الصحة أكدت أنه انهار وفي حالة صعبة للغاية، ويحتاج إلى وقفة دولية حازمة لدعمه وتوفير كل اللوازم والأدوية والمستلزمات الطبية.
نعم نعم زميلي محمد، يعني الواقع الصحي في غاية الصعوبة هنا في قطاع غزة، فالأوضاع هنا مأساوية جدا. الأدوية يعني شبه شحيحة وغير متوفرة، وأيضا السولار الذي يتم إشغال به المولد المتواجد في مستشفى الشفاء، هو أصبح يعني يعمل في ظروف صعبة، وربما في لحظات قليلة سيتم أو ينتهي هذا كمية السولار المتواجدة، ما يفاقم من الأوضاع الإنسانية داخل المستشفى. ليس فقط زميلي محمد على الإصابات فقط، بل على المرضى المتواجدين في داخل هذه المستشفى، يعني مرضى الكلى المتواجدين يغسلون الكلى، هي أجهزة تعمل الكهرباء، أيضا الأطفال الخدج حديثي الولادة، أيضا الأجهزة تعمل الكهرباء، أيضا زميلي محمد الأجهزة التنفس الصناعي، كل هؤلاء إذا رفعت الكهرباء عندهم سنكون أمام واقع صحي صعب، وتتفاقم الأزمة وسترتفع فاتورة الشهداء والجرحى. سنعود إليك شعيب، سنعود إليك بعد قليل.